إذن فعلا ستستمر اللجنة الجهوية يعني في قيام بدورها يعني في تتبع وضعية عقل الإنسان في كامل يعني تراب الجهة، وإن كانت الظروف سواء تلقت شكايات أو بطريقة تلقائية عندما تصلها الأخبار، يعني آخر الأخبار في ما قامت به اللجنة الجهوية أول أمس هو إعلان يعني رفيق السيدة روث عن وقفها لإضراب عن الطاعون ابتداء من الأمس حفاظا يعني على صحتها وعلى حياتها، وهذا يعني نستقبله براحة كبيرة، لأن الإضراب عن الطعام خصوصا عندما يكون في ظروف غير آمنة يهدد حياة إنسانة، وهذا لا يمكن أن يقبله أو أن نقبله نحن في المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية. الأكيد أن تنقلنا كان بناء على الاختصاصات الخاصة باللجنة الجهوية والمجلس الوطني في حماية حقوق الإنسان، وليست أول مرة، يعني انتقلنا إلى بوجدور لتتبع هذه الأوضاع لشهور ولمرات متعددة، يعني تكاد تصل إلى 20 مرة من أجل يعني حماية حقوق الإنسان أو التحري والتحقيق في ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان. والأكيد أن التجاوب يكون دائما أو الإجابة تكون دائما بالرفض، رفض التواصل مع يعني باستثناء مرة أو مرتين هناك رفض لفتح الباب للجنة الجهوية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للحوار أو النقاش أو التحقيق والتحري في الادعاءات الواردة عليه. ولكننا سنستمر بطبيعة الحال في القيام بدورنا كما تمليه علينا والاختصاصات الواردة في القانون التنظيمي للمجلس وفي المعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.